وصل السيل الزبا من الفساد وهدر المال العام، يقول موظف بلدية النجف بعد شبهات تلاعب وتزوير متورط بها مسؤولون كبار في البلدية. اعتصام ومن ثم إغلاق للمديرية في المحافظة امتزج بصيحات تطالب بإخراج الفاسدين وتصحيح مسار العمل الذي ابتعد عن الصالح العام باتجاه المصالح الشخصية وفق رأي المتظاهرين. اليوم مطلبنا الأساسي اللي جينا عليه اللي هو إعادة هيبة الدائرة وإعادة الهيبة للموظفين البلدية، لأن احنا تطلع قلت لك انا قبل سولفت تطلع البلديه تطلع خارج البلديه موظف البلديه ما له اي هيبه، ليش؟ بسبب الادارات المتعاقبه اللي اجت. يضحكون علي انا مدير ومعاون، لا مدير لا معاون، مريدهم مريد المحافظ يحكم البلديه، المحافظ يجي يلزم بلديه، حتى مهندسين مريد بعد جزعنا. ليس الفساد وحده من حتم على موظفي بلديه النجف الاعتصام والاضراب عن الدوام، بل ذهبوا الى اسباب سوء الاداره والتخطيط ونكران الوعود التي قطعوها مسؤولو البلدية لهم بعد تكرار التسويف لتنفيذ مطالبهم، ومن أبرزها الحصول على قطع أراضي سكنية وفق استحقاقهم الوظيفي. كل احنا سواق واحنا منتهين، يعني احنا مطالبنا نريد هاي قطعة الأرض، ما لنا علاقة بالفاسدين يا أخي، شنا علاقة بهم؟ وأنا أشتغل أكرم أشيل حتى علمتوني، يعطل الشفول أنا أنزل أسوي، ماكو ساعات إضافية أنا صابر، راتبي قل، أريد قطعة الأرض، أريد قطعة الأرض، هاي الوادي كلها مجتمعة، أريدكم تنصفونا، الله وكيلكم، والعباس كفيلكم، أنا متزوج، عندي خمس جهال، ابني أكبر من عندي، ابني أكبر من عندي نايم وياي. يشار إلى أن التغيير كشفته على لسان ناشطين عن وجود تلاعب ببيع واستئجار عقارات الدولة بشكل ملتف على القانون، وهو ما حرك هيئة النزاهة لاعتقال موظفينا ومسؤولينا في بلدية النجف. ما بين المطالبات بجهد بلدي أكبر في النجف وشبهات فساد تطال مديرية البلدية ترنو عين المواطن إلى مزيد من الخدمات التي يراها قد تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب الإهمال والتقصير الحكومي. من النجف محمد رزاق، قناة التغيير.